اوكي معايا شباب، هنشرح الكارت السايكل ده استر تاني خالص، طريق جرافيك يعني طريق دايجرام ماشي بصوره منحنى ماشي. فال لو انتم ملاحظين معايا في المحاضره اللي فاتت كنا دايما مثلا اي فيز معين اقول لكم والله اخبار البريشر في الايثر ايه، اخبار البريشر في الفيرتش، اخبار البريشر في الايورفا، اخبار الفوليوم بتاع الفنتكل بيزيد بيقل ما بيتغيرش، اخبار الفالفز اخبارها ايه، مين اللي فاتح مين اللي مسكر وبتاع، وضحت الحاجات دي. طبعا هنتعلم بقى حاجه معينه كده اللي هي وكمان برضو كنت اتكلمنا على الانتربرال فوليوم اللي هو ساعات بيبقى ايسو جيومتريك وساعات يقل وساعات يزيد. طبعا مع الفيلم بيزيد مع الاجكشن بيقل. كمان هنتكلم على حاجه اسمها الاي سي جي، الاي سي جي ده هنفهمه بعدين ان شاء الله. هو السنه دي مضبوط شويه مش مضبوط يعني طار يعني، ف هنعوضه ان شاء الله، تعوضوه في الفيديوهات اللي هي بعد كده تسمعوه. الهارت ساوند كمان بنتكلم الاربعه هارت ساوند، الاثنين اللي احنا بنسمعهم والاثنين اللي بيحصلوا بس ما بنسمعهمش، او ان لو سمعناهم يبقى في حاجه باثولوجيكال يعني حاجه مرضيه. كل الكلام ده بقى هنرسمه في منحنى واحد جميل قوي موجود عندكم، مش فاكر صفحه كام. 55. اوكي بص معايا، انا عايز ارسم بقى منحنى هو هقسمه يا جماعه مثلا بالنص مثلا كده، يعني من هنا وانا رايح لفوق ده البريشر، وانا نازل تحت اتكلم عن كل واضحه خلاص. تعالوا كده نتكلم على البريشر مرحله. طبعا اول مرحله بتتقدم معايا كان اسمه ايه اول مرحله؟ يلا يا شباب اسمها ايه؟ اتريال الاتريال سيستول يبتدي واحد واحده واحده، ده مثلا ده زيرو بريشر. هنتكلم على الاتريال بريشر، وبعد نتكلم على الانتربرال بريشر، نتكلم على الايورتيك بريشر. فيلا يعني طبعا انا كده بعيد يعني، فانت عايز ترد معايا بسرعه كده ممكن تكون بالنسبه للاورتيك الاتريال بريشر اسيد طبعا مع البدايه الكونتراكشن هيبتدي ايه؟ قلنا تزيد صح؟ وبعد كده في نهايه الكونتراكشن البلد اللي فيه مين؟ قل، فيبتدي مين؟ الضغط اللي فيه يقل، هو زاد مين؟ اللي قلنا اللي كنا بنسميها حاجه اسمها اي ويف، فاكرها دي؟ اي ويف. طيب شوف الضغط. طب نيجي بقى نستخدم اللون الاحمر. اللون الاحمر يا جماعه طب انا قصدي على مين؟ قصدي على الفنتركولار بريشر، بريشر في الفنتركول. هنا في كان في بلد بيروح مين؟ كان الفنتركول ماشي؟ هتقول اكيد الفنتركولار بريشر هيزيد. طب هيزيد صح طبعا، بس هيزيد حاجه بسيطه. ده اللحظه. وبعد كده البلد اللي بيندفع له بيقل، هو كمان بيقل لما بيحصل له مور اكوموديشن قصدي مور ريلاكسيشن تو اكوموديت البلد دوت، فيبتدي الضغط يقل. خلي بالك لو انتوا شطار، الاحمر يا جماعه يدل على الفنتركولار بريشر. لازم يا جماعه هو انا بقول هنا في اتريال سيستول يعني والمايترال بارب مثلا لو بنتكلم عن الناحيه اليسار المايترال بارب فاتح، ما تقوليش بقى الاحمر ده يبقى اكتر من الازرق، لازم دي لازم الاحمر اقل دي من الازرق عشان مين؟ عشان البارب يبقى فاتح اللي هو المايترال واضحه عشان خلي بالكم بالرسم. المهم بعد كده طيب اخبار الايورتيك بريشر ايه بقى؟ لو كان عندي حرفين دي فيها الميني جنان في مين؟ مركب ودي حوالي مثلا زائد مثلا زائد 7 أو 8 يعني حاجه خلاص. وهنا كان بعد كده مين بقى الباب اللي يبقى فاتح لما بيتفرج؟
انا هتكلم على هنا هتكلم على الكنترول فوليوم. الكنترول فوليوم اخباره ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد طبعا بيزيد. الكنترول فوليوم مين؟ بيزيد. ده الكنترول فوليوم. ده بريشر بتاع ثلاث حاجات، بتاع الاتريال، بتاع الفنتريكولر، وبتاع مين؟ الايورتيك طبعا. واقول لكم دايما الضغوط في الناحيه اليمين اليسار زي الناحيه بس في شويه في الفكره هنا. بصوا معايا كده، لو انا اتكلمت بقى على مين؟ على الهارت البالفز. معايا يا شباب؟ البالفز انا هتكلم على اثنين اللي هم مين؟ اللي هم الاي بي بالفز مثلا والسيميلونر. يلا قول تخيل كده الاي بي بالف مفتوح ولا مقفول؟ اكيد مفتوح. والسيميلونر؟ لا كلوز. السيميلونر مين؟ كلوز. ماشي. طيب في قلنا الدم بالذات هيعمل الصوت الرابع هنا، بس الصوت الرابع ده ما بيسمعوش نورمال، بيسمعوا لو في فنتريكولار ستيفنس او في فنتريكولار هايبر تروفي اللي هو الصوت الرابع. شو الطالب؟ دخلنا بقى في مين بقى؟ دخلنا في الفيزي اللي هو مين؟ خلاص الاتريوم اتفضل دخل فيه وبدا بقى البنتريكل هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه اسمها كونتراكشن. هيعمل كونتراكشن بنسميه ايسو كونتراكشن كونتراكشن. انا هطلع في الفيزي بعد كده اللي هو كونتراكشن. في الفيز ده يا جماعه تخيلوا كده البنتريكل بيقول لها حجره مين؟ لغه الشمل. طب هل طالما مين ده اللي حصل البنتريكل هيتلم هيجيب كونتراكشن؟ مين الحدث اللي المهم قوي دلوقتي؟ الغلط مين؟ الايه برضه صار صار مين؟ ومين اللي قابل برضه اوريدي قابل؟ السيميلون. وقلنا بقى ان نتيجه النمرات المفاجئ ده يؤدي الى حدوث ساوند ثلاث اهرام. شوف طيب هل هو انا بقول لك الفنتريكل كلوز شامبر بوليوم ثابت يعني نو تشينج نو تشينج في البوليوم لا يزيد ولا ايه؟ بس خلي بالكم هذا البوليوم بسميه بقى بسميه ام لا يسوق ايه يعني ده الدم اللي اتجمع في الفتره اللي قلت لها اللي هي مين؟ اللي هي البلاستيكو اللي هي مين؟ ما هي دي هنا يا جماعه نهايه البلاستيكو هنا نهايه مين؟ وبدايه سيستو وبدايه سيستو لو بنسمي البوليو بلاتينا البلاستيكو اللي هو كان كام في الاستاد بتاعنا؟ 130 مللي. طيب الاخبار اخبار البريشر في الاتريوم خلي بالك بقى لما هنا يا جماعه او البريشر في الفنتريكل الاول الفنتريكل بدا يجيب مين؟ ها؟ كونتراكشن. هو كان صفر وصل لمين؟ 8 عيا عن 80 عيا عن 80 قلنا بدا مال مين يسكر؟ اللي هو البارد دوت اللي هو دي البارد بس ماشي. ف وهنا ده كمان ده عيا ايه؟ وصل كام؟ 120 لا 120 80 وصل كام؟ يعني وصل الاحمر بقى يا جماعه بصوا كده الاحمر الاحمر وصل لمين؟ يعني في نهايه المرحله دي هيبقى اعلى من 80 بسنه هقول لكم ليه؟ وطبعا اللي هو الاوتر بريشر مازال مين؟ ال و ايه؟ يا دوبك عن 80 يا دوبك يعني. بس في نهايه الفيز ده لو تفتكروا لو قصدي لو انتم شايفين تلاقي الاحمر غلب مين؟ الازرق. ده عايز اخلي ده من النوم برضه عشان معانا ما تهوش من ايدك. يبقى ده اللي هو الايورتيك بريشر.
خلينا بقى. طب ايه اخبار الاتريال بريشر اللي هو اللزقه؟ طبعا لما قلنا ان البريشر زاد في مين؟ في الفنتريكل. بدا يحصل حاجه اسمها قلنا السقف. فالبريشر زاد. قلنا اللي بيسميها مين؟ سي ويف. سي ويف. سي ويف. خلاص؟ بدا دلوقتي يا جماعه الضغط يبقى شويه في نهايه الاحمر اكثر من الاخضر. يعني البريشر في البنتكين اعلى من الايورتيك. فالايورتيك الايورتيك بار او السيميلومر تفتح وهيندفع الدم مين؟ شده. وهذا المرحله اللي بنسميها ايه؟ اللي هو ال رابد مين؟ ايجيكشن فيز. فاثناء بقى رابد ايجيكشن اكيد البنتكور كله عمال مين؟ خير شطار برافو عليك. وما زال الايمي بابلز مين اللي فاتح السيميلور واندفع الدم مين؟ اندفاع الدم يا جماعه هو بيندفع في الايورتا بيعمل هزهزه في الجول فيعمل برضه صوت. ده كل ده بسميه برضه صوت من الاول. الصوت الاول ده بيحدث في مرحلتين يعني. بس هو مني في مرحله اسمها ايه؟ مع الاصطفاف بتاع الايسوليمتري كونتراكشن. يلا يا شباب قلنا هنا دلوقتي يا جماعه البلاد بقى له مخرج فحصل شورتنج مين؟ في الفايبرز في الفايبر بتاع البنتكل. فالكابيلر مصر اصل فشدت في الكوردي كان ايه ده رينج قلنا مين؟ الساب ده نزل شويه لتحت فمين؟ فقلل لي مين؟ بس بعد كده مين؟ بدا يزيد. خلي بالك دي اسمها ايه ويف؟ هي ايه؟ الاسندنج دي معناها الضغط زاد. اسمها ايه ويف؟ ودي سيم تايم بنسميها اكس. ودي بنسميها اكس برايم او اكس داش كده اللي هي اكس برايم اللي بيسوي عليها الضغط. فده اسمه اكس اكس اللي طالع ده ايه؟ ودي قمه الايه؟ وبعد كده نازل اسمه اكس وده اسمه ايه؟ اكس داش. بدا بقى هنا يزيد اللي هي دي بدايه بقى الودي الاخرانيه دي اسمها في اسمها ايه؟ الرسمه دي يا جماعه انا بجيبها من التخيل. انا مش حافظ الرسم والله ما حافظ الرسم ومن وانا خالص ماشي. فانت شوف كده الاحداث كده وشوف هتلاقي نفسك بترسمها وانت لوحدك كده بمزاجك. يلا شباب البنت كده بيدير ايه؟ كونتراكشن. هو الفوليوم عمال مين؟ يقل وفي بلد كتير فالضغط جواها ايه؟ يعني كام على الاحمر 120 وصل ل 100 الضغط بقى وصل لكام؟ 120 مللي خلي بالك دلوقتي كان الضغط ده اخباره ايه؟ اللي هو الايورتيك المفروض موبايل فاتح نفس الضغط بس لازم يكون اقل شويه يا جماعه. ليه لازم يكون اقل؟ عشان الاورتيك هو بيفضل النظام ده. ولو الايورتيك اعلى هيسكر فلازم يبقى مين؟ زي بس يعني اقل منه سنه حلوه سنه اهو ماشي برضه زاد مين؟ زاد 120 كيلو. طيب ال اخبار ايه؟ امال تمام والفوليوم عمال ايه؟ دخلنا بقى في مرحله ثانيه يوم ايجيكشن قال شويه اه شويه بس ما سلو ايه؟ سلو ايجيكشن. سلو ايجيكشن سلو ايجيكشن. طب كده على فكره هي نفس الاحداث يعني ما زال الاسترا بريشر عمال بيطلع عمال يزداد مين؟ بلاس عمال مين؟ عمال يزيد قلنا اللي هي في في ويف. وما زال الاسترا البنت عمال يفضي ما زال البتروبل عمال مين؟ عمال يختل البتروبل عمال يختل وما زال الايجو برضه مين؟ سكر ماشي ومين يفتح؟ بس هنا بقى حصل بقى ان البلاد قل شويه في البنت كده فبدا بقى الضغط مين؟ 120 يقل شويه يرجع لمين؟ يرجع ل 80 يرجع لمين؟ 80 يعني هو في الريب ديجيكشن بيوصل 120 120 في السو ديجيكشن يرجع اللي هو مين؟ الاحمر يرجع
8. شوفوا شوفوا في نهاية المرحلة دي الأخضر بدأ إيه؟ الأخضر العالم إيه؟ العالم الأحمر. الأخضر ده يا جماعة هو أورتك. الأخضر ده اللي هو مين؟ أورتك. آه عشان البار فيه سكر. الأحمر ده اللي هو مين؟ الريبر. والأزرق. الأزرق. كيف الريبريشن؟ كيف يا شباب؟ هنقول بقى الأزرق. المهم خلاص ده مفيش حاجة. نيجي بعد كده بقى ايه بدا خلاص بدا يدخل يبتدي يعمل يدير ريلاكسيشن اللي هي دي مي بايستو عايز يتخن عايز يتخن اللي بنسميها معايا ايزومتريك ريلاكسيشن في ايزومتريك ريلاكسيشن في ايه اللي حصل بقى الحدث الجميل بقى ان هو هيبتدي بقى يختفي وهنلاقي بقى مين؟ هنلاقي الضغط الاحمر اللي هو البنتروب بقال مين؟ القلب يقوم يحصل صدم؟ للفاز هذا هو الحدث الجلد هذا هو الحدث الجلد صدم فيه لما ده يسكر يا جماعه سكن لما ده سكر عملنا مين؟ فيرست لما السنين سكر يعني سكند ساوند يا سلام شطار شطار برافو عليك يحدث السكر عظيم ما زال مين مسكر برضه فاصبح البنتكل حجره مين؟ ما دايما يا جماعه ايسو حجره خلاص ايسو نيوميتريك كونتراكشن ايسو نيوميتريك خلي بقى هنا البنتكل فوليوم مين؟ ذا سيم نص نور شيء ما فيش شيء وهنا خلي بالك هو بدا مين؟ بدا يعمل بايستو على طب امال يعني الدم ده اللي موجود من ده اللي هو الدم اللي هو كان موجود في نهايه فتره مين؟ نهايه دي كلها سيستول السيستول كم مرحله يا جماعه؟ ثلاث مراحل فدي هنسميها ايه؟ اللي هو كان كام؟ 60 مليم ما هو الضخ 70 اللي هو 60 مليم مثال ثاني شطار يبقى دايما لما بقول لك في الايسو فوليومتريك كونتراكشن تقوم تقول لي اقول لك البلاك موفمنت اسمه ايه تقول اند ذا ستوري بوينت وفي الايسو فوليومتريك ريلاكسيشن هو يعتبر في نهايه السيستول اسمها اند ذا ستوري بوينت لا ما ماشيش اند ستوري بوينت وصلنا كام ساوند حصلوا؟ ثلاثة الفنتكل يا جماعه الاير فورفز مسكره وعمال يستقبل مين؟ ما زال يستقبل البلاك فالبي ود دي عامله مين؟ البي ود دي عامله تزيد البي ود دي عامله مين؟ اللي هو البنتريجر جوه مين؟ الاتشر طيب خلي بالك بقى الفنتكل بدا يعمل ريلاكسيشن وقول له شوف خلي بالك في الايسو ميوتري كونتراكشن كان من الصفر الى 80 يقوم يقول له كما كنت 80 الى الصفر او الى ما يقرب الصفر ايه اللي انتم شايفينه في نهايه هذا المرحله؟ بدا الازرق على الاحمر الازرق على الاحمر يعني البريشر في الازرق اعلى من البريشر في الازرق هنا بقى هنا هنبتدي بقى في ايه؟ في البلد في العبد نبتدي نعبي ايه؟ في رابط في العبد البلد هو التاني بقى ايه اخبار الاخضر الاخضر ده اللي هو مين؟ ده هو ده اللي هو كونستانس دي ليه بقى بيقل شويه؟ وبعد كده ماما هو 80 لما يقل يا جماعه شويه دي بنسميه دايكوتيك نوتش نوتش يعني حفر وبعد كده زاد شويه بنسميها مين؟ دايكوتيك ويف
بجيبها في الامتحان يا جماعه، بجيبها صور في الامتحان. ليه بقى ليه البريشر قل؟ بتاع الاورطه ده مع مين؟ مع بدايه الكلوجر بتاع مين؟ السيميون. بتاع السيميون. السيميون مش ساعة ما جت سكرت زي كانت كده. قلنا عشان تسكر لازم الدم مين؟ الدم يرد. الدم لما يرد قلنا يعبي الحته دي ويعبي الحته دي يوم مين؟ يوم جاي مين؟ سكر البال. يوم جاي متقفلين في الحياه. لازم يتقفل الثاني الايبي بالبس كان فيها كده. كده وهي عاملها مين؟ فضل. بعد كده الضغط والبنت اللي بيزيد تقوم جاي مين؟ ها؟ تسكر. الثاني كان كده اللي هي مين؟ سيمينونا. ده عمال يطلع عمال يطلع يطلع بعد كده الدم هيرد بقى ان المفروض يوم يوم الدم لما ينزل هنا والدم ينزل هنا يضغط عليه يضغط عليه يقوم جاي مين؟ يسكر هنا. شويه الدم بقى انتوا عارفين شويه الدم اللي رد دول هيقللوا الضغط هيقللوا الضغط فين؟ في الاورطه. في الاورطه ليه بقى؟ لان هو كان في بلط يروح له هو البلط مين؟ بيرجع منه بيرجع منه بس كمان الدم قليله وعشان كده قليله مين؟ الضغط حاجه بسيطه اسمها مين؟ دايركت مين؟ الدايركت مش ده اللي هو صابن ديكريز في الايورتيك بريشر نتيجه مين؟ نتيجه الكلوجر بتاع مين؟ السيلون او لو انا عايز اتكلم بقى انا بتكلم على الايورتيك بريشر اقول بقى مين؟ اقول الايورتيك مين؟ ضغط تاني قبل ما يجي في الامتحان ايه اهو ايه سبب الدايكروتيك ماشي؟ اللي هو صابن كلوجر لمين؟ كلوجر للايورتيك بالز طيب ليه بعد كده بقى زاد؟ فاكرين بقى اللي قلت لكم الحاجه اللي هي كان قبل كده كان قبل كده كان في انجكشن كان في ضرب بيروح لمين؟ للاورطه دلوقتي خلاص الاورطه برضه قفل فتيجي الاستيك اللي هو من ريكوي يحصل ريكوي يحصل حاجه اسمها الاستيك ريكوي الاستيك ريكوي دي عامل فيها قليله السعه فزودت مين؟ طب عشان كده زودت مين؟ بالظبط يبقى في يبقى الدايركت نور سبب مين؟ الانضراب فعلا وسبب الانضراب ليه؟ انت فاهم بقى فاهم ان في شويه دم مين؟ شويه رب رب يعني ربهم من الاورطه. طيب المهم دلوقتي في نهايه هذا الفيل اللي هو الايسو كونديشن قلنا بدا ايه بقى؟ بدا الاحمر يقل عن الازرق اللي هو مين؟ الضغط الضغط هيقل من الضغط الارتيريال الضغط في المنطقه الضغط في الفنتكل بدا يقل عن مين؟ الضغط في الفنتكل بدا يقل عن مين؟ عن الضغط في الفنتكل بقى هتلاقي بقى الايبي بالبز هتيجي والدم مين؟ ينزل بشده لمين؟ بس بنت الباسف دي يا جماعه يعني لوحده كده بنت لوحده قلنا اللي اسمها رابد مين؟ رابد فيلم الفيزين دول هنمشيهم مع بعض ولا هم اتقفلوا خالص؟ طبعا ده بقى شويه بس ده نسميه رابد ايه؟ ده بيست فيلينج ده يا جماعه مين؟ ستوفل ده الفيز رقم كام؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اللي هو اسمه ايه؟ ستوفل الاحداث بتاعتهم نفس الاحداث سيميلر على طول ليه بقى؟ لان في الحد في سواء رابل فيلينج او شو فيلينج الاي بي بارد اخبارها مين؟ مفتوحه اوبن ها؟ والسيمي لونر كلوز بس لو الدم يا جماعه وهو بيندفع بشده في الرابل فيلينج ده في الرابل فيلينج بيعمل صوت قلنا ده نورمالي والصوت ده بنسمعه اكتر لو في ضغط كتير لو في ضغط كتير جوه مين؟
هو الافكت البلاد كثير رجع للافكت كثير قوي فوليوم اوفر فوليوم بيعمل صوت تاني صوت مين؟ تاني بس هو نورمال ما بتسمعوش يعني ممكن اثناء الاكسرسايز ممكن يسمعه يبقى انا عندي كام صوت دلوقتي؟ أربعة بس اللي نورمال بيسمعهم يا جماعه اللي هو الفيرست والفورس دي الاف اس 2 والثيرد في نهايتني رابيدلي او في نص ده مش طيب البنتور بيقولوا اخباره ايه؟ مهمله انت بتعبي البنت بعمل مين؟ يزيد يزيد لل 8 عمال يزيد عمال يزيد طب ليه انا ما زودتوش لل 100؟ ما زودتوش لل 130 لو انت شطار لان انا فيز انا كده انا لسه في فيز تاني بعد كده هو مين؟ لسه هيتعدى هيتعدى بالاتش ال مين؟ الاتش ال سور هو البنت يا جماعه بيتعدى بمين؟ بالراب فيلينج مش تو فيلينج والاتش ال عشان كده ما وصلتوش لمين؟ ما وصلتوش للي هو الاند اللي لسه هيزيد شويه طيب ماشي اوكي الاتش ال ايه تاني؟ طب اخبار بقى الازرق والاخضر والبتاع طب الازرق يا جماعه اللي هو الاتش ال بريشر الضغط عمال يسيب الاثر فاكيد مين؟ الضغط عمال يقل الضغط عمال يقل عمال يقل بس وانت والاحمر اللي هو اللي هو البنش كام هتقولي ده البنش كام بيجي له بلاد الحمد لله بيجي له بس هو ايه؟ حاسس ريلاكس ريلاكس عشان كده عمال يتمدد يعني بيبقى الضغط عمال وماشي وماشي اقل من مين؟ لازم اقل يا ماما انا لازم اقل ليه؟ عشان عشان اخلي البلاد ينزل من الاثر نروح لمين؟ ما تخليش الاحمر اعلى من مين؟ لازم خلاص هي ما يزيدش فكره بالظبط ما يزيدش حاجه زي يزيد بس مش فاكر عايزين يزيد ال 100 هيزيد حاجه بسيطه بس ما زال برضه تاني لسه ما زال اعلى من اللي هو مين؟ الاخضر الاخضر ما بيجيش على ثانيه يا جماعه الاخضر هو ده هيبقى اعلى من مين؟ يعني هو قلنا دي اللي هي البي ويف دي قمه البي ويف بالذات بعد كده ده من دقائق واضحه ولا لا؟ سهله الرسمه يا جماعه طيب بالنسبه للاي سي جي هو الاي سي جي ده عباره عن حاجه اسمها بي حاجه اسمها بي ويف انا مش هجيبها لكم الحين عشان ما تفضوش يعني بس انا هرسمها عشان يعني لما اشوف الفيديوهات بعد كده بتاع الاي سي جي في عندي حاجه اسمها بي ويف حاجه اسمها كيو ار اس حاجه اسمها تي ده اللي هو الاي سي جي الاي دي اللي اسمها اتش ال ديبولاريزيشن والكيو ار اس فنتركولار ديبولاريزيشن والتي حاجه اسمها فنتركولار ري بولاريزيشن نوع مهم الاي سي جي ده حاجه يا جماعه حاجه الكتريك حاجه مين؟ الكتريك ده بيسجل الكتريك اكتيفيتي ودايما ديما في الاستمرار يا جماعه دايما الحاجه الكتريك تظبط الحاجه الميكانيكال يعني دايما دايما الاكشن بتنشا يا جماعه ده حاجه كهربائيه حاجه مين؟ يعني الاكشن بتنشا بيحصل بعد كده يحصل يدير مين؟ فاكرين لو كان بيحصل ديبولاريزيشن بعد كده في البلاتو يدخل الكالسيوم يدير كونتراكشن يبقى كونتراكشن بدل بعد مين؟ بعد بدايه الاكشن مين؟ ماشي عشان مش حاجه كهربائيه حاجه الكتريكال يبقى دايما الميكانيكال يلي الكتريكال او الكتريكال يسبق الميكانيكال خلاص فانا ده اسمه كتريكال مين؟ اس اس 2 يعني حاجه ميكانيكال والاس الديبولاريزيشن يبقى الحاجه الكتريكال بتاعت الكتريكال اسمها بي ويف اسمها مين؟ يعني اس جي فالبي ويف هتظبط مين؟ هتظبط الاس اس 2 يعني لما جاي اسم الاس جي هنلاقيه مثلا المفروض كنا نرسمه تحت لكن خلاص ما فيش ما عادش في حاجه اسمها تحت ف هيبقى كده في حاجه اسمها بي
دي اسمها بي وي، اسمها مين؟ دي سبقت مين؟ قدرتها سبق مين؟ وبعد كده في عندنا حاجه اسمها كيو ار اس، كيو ار اس تي دي دي اللي بتسبب فنتركولار سيستول. طب ده ايسومتريك مين؟ ايسومتريك كونتراكشن يعني ده مش بتاع الدنتر. فبرضه مين؟ الكيو ار اس تي هتسبب مين؟ لازم في جزء منها جزء من هيثبت هيثبت مين؟ الكونتراكشن. فهنلاقي هنا كيو الان يعني بص يا جماعه البي ويف سبقت الاسبيرت سيستم والكيو ويف سبقت الكونتراكشن بتاع مين؟ الكيو ار اس، كيو ار اس دي يا جماعه دي دي تدل على حاجه اسمها فنتركولار ديبولايزيشن يعني الاشاره القلبيه لسه ماشيه في الفنتري عشان يدير مين؟ كونتراكشن. وبعد كده هتلاقوا تي ويف هنا في تي ويف في مين؟ في السلو مين؟ في السلو انجكشن لحد بعد كده يبتدي بقى يحصل مين؟ يبتدي بقى البي ويف هتبتدي ما هنا بقى لو انا هرسم يعني سايكل تاني اللي هي السلو هيبقى هنا تي ويف في حاجة؟ لا هم انا مش هجيب اسئله متعلقه بالسيشن السنه دي بس ده دور اول ودور تاني ماشي خلاص. لو انتوا اسئله بقى الرسمه دي هي رسم المونه بس العبقريه بقى في انك تتخيلها وما تتصورش تتخيلها يا جماعه وما تتصورش. ايه بقى اللي احنا عايزين نعلق عليه شويه؟ هنعلق على حاجه اسمها سيستوليك بلاد بريشر ودايستوليك بلاد بريشر. اعلى ضغط يا جماعه طبعا هنتكلم على سواء بتكلم على الايورتيك بريشر او الفنتركولار بريشر. الفنتركولار مين؟ بريشر. اي بريشر في حاجه اسمها سيستوليك في حاجه اسمها مين؟ اعلى ضغط بتشوف كده اعلى ضغط الهايست بريشر او الماكسيموم بريشر ديورنج السيستول هو السيستوليك بريشر. المينيمم بريشر اللي هو اقل ضغط اثناء ديورنج الدايستول هو دايستوليك بريشر. في حاجه اسمها مين؟ سيستوليك سيستوليك واعلى ضغط اعلى لما يعني انا عندي فاصل السيستول يا جماعه فاصل السيستول اللي هي ثلاث مراحل دول على فكره يبقى الخمس الاربع مراحل الباقيين واحد اثنين ثلاثه اسمها فاصل مين؟ فاصل بايسو فاصل مين؟ زي ما بقول لك فاصل السيستول مثلا لو انا بقول لك لاو ده سيستوليك اورتيك بريشر انتوا هتقولوا في جدول يا جماعه في جدول في كده في اخر 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 كارب سايكل التيبل دوت يا جماعه يلا يلا الدكتور قدام اهو قدام اهو هتلاقي مين افهمها بقى هنا عشان ما تقولش تحت لما اجي اقول لك اللفظ ده يا جماعه اللي هو ده يعتبر اعلى ضغط اعلى ضغط اثناء مين؟ اثناء فتره اسمها مين؟ فتره ناس السؤال يبقى كام؟ 100 وايه؟ 120 الاورت بريشر كام؟ 120 تعالوا كده عشان اعملها لكم عشان تقتنعوا يعني اللي هقول لك في عندي سيستوليك وعندي مين؟ ده سيستوليك وده مين؟ دايستوليك وده مثلا ايورتيك بريشر ايورتيك مين؟ يلا شباب يبقى اعلى كام؟ 120 اللي ما تمشي دي طبعا والدايستوليك الدايستوليك هو اقل ضغط اقل ضغط شوف اقل ضغط اثناء الدايستوليك اثناء الدايستوليك اثناء الثلاثه دول لو كام؟ 80 شطار طيب الليفت فنتركولار بريشر الليفت طبعا الرسمه دي يا جماعه قلنا انا برسمها على 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 كانها تمشي على الليفت مين؟ الليفت فنتركولار الليفت مين؟ الليفت اللي هو الاحمر يا جماعه زي ما اقول لك الليفت فنتركولار سيستوليك بريشر سيستوليك بريشر الاحمر 120 شطار طيب الدايستوليك اللي هو اقل ضغط اثناء مين؟ اثناء الدايستول صفر صفر زيرو دي اللي دايما بنوقع فيها الطلبه هو بقول انت احنا دايما هنطلع حاضرين الضغط يقول لك ايه؟ الضغط 120 80 اقول له الايورتيك
بريشر ايه السيستوليك اورتيك بريشر ايه السيستوليك الدايستوليك يقول لي 120 كام 80 هو مربوط في الشكل ده اورتا والليفت بتربط السيستوليك بريشر والليفت بتربط الدايستوليك بريشر برضه هي نفس النغمه ماشي على كام 120 80 غلط غير النغمه 120 على صفر واضحه سهله ولا طيب انا يعني بتكلم هنا عن ناحيه مين الناحيه اليسرى من القلب اللي هو الايورتا والليفت هنا بقى لو انا بتكلم على البلمونري والرايت مين اكتبوا كده في نهايه انا طبعا سايب حته فراغ كده عشان كده جوه العربيه طبعا مش سايبه ولا حاجه اللي هي جت لوحدها اكتبوا كده ملحوظه جوه العربيه ملحوظه يعني في الروع الرابع إن الضغط إن الضغط في الناحية اليمنى من القلب إن الضغط في الناحية اليمنى من القلب يساوي أوكي كتابك هنا عشان في حد مش عارف يكتب إن الضغط ملحوظة اللي هي بسمها دي إن الضغط في الناحية اليمنى من القلب يساوي 1/6 من الناحية اليسرى تقريبا دي بتفكرني بيه بقى كلمة تقريبا دي لأن الضغط في الناحية اليمنى من القلب يساوي 1/6 من الحالي زي ما في واحد يجي يفتي يعني يفتي اللي هو المصري اللي هو المفتي يعني طب يقول لك كذا 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 والله اعلم هو لازم يقول والله اعلم عشان مين عشان يقول المفتي بتاعه يكون مين خطأ انا هنا برضو انا بقول لك تقريب عشان ما تقعدش فاهم تقول لي لا ده كل 1/6 ما انا قلت التقريب قلت ما تنساش عارف كلامي قوي يعني ده شيء طب يلا شباب تعالوا بقى يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قلت لكم اهو الناحيه اليمنى يا جماعه اقصد يعني مثلا لما اقول لك الاورتو بريشر يبقى بقصد بيه البلمونري البلمونري بريشر 1/6 والرايت فانتركو بريشر 1/6 الليفت واضحه؟ يلا بقى يلا لو انا عايز اجيب مثلا البريشر في البلمونري الاورتو سيستوليك مين؟ هتقول 1/6 كان ايه؟ 25 120 1/6 120 كام؟ 25 لا 25 انتوا بتغشوها ما عندكم 20 1/6 120 انتوا ضعاف اللغه ليه؟ انتوا دايما بتستخدموها كالكوليتر في الاكسلات عادي ولا 12 قسمه 6 2 والصفر 20 تطلع 20 بس انا قلت لنا كام؟ تقريبا هنخليها 25 هنخليها 25 فهمت حاجه؟ مش هخليها 20 طيب والسوت 6 مليم تمام هجيب سوتس هنا وسوتس هنا في حاجه؟ هتقول لي ده صعب انا بس فانا كبر 10 تقريبا يعني واضحه تعالى بقى مين؟ هات بقى البريشر في مين؟ في الرايت مين؟ الرايت فنتريكل بريشر اللي هو هيبقى مين؟ 1/6 منين؟ هيكون 20 ايوه 25 زي ما قلت سيستوليك يعني طب وده سيستوليك؟ سيستوليك سيستوليك زيرو زيرو اه فهمت حاجه؟ فهمت تكتبوا ده انا جبته منين؟ جبته من الرسم واضحه؟ طيب شطار بنيجي بقى على حته جميله جدا هنغير شويه في الارقام بتاع الرسم اللي موجود عندكم بعد كده لان هو هنا ممكن بقى نمسح دي ولا ايه؟ خدوا بقى صوره لها. طيب المفروض انا كنت بقول يا جماعه من شويه اللي هو ان لما الهارت ريت يزيد فتره السيستولي والدايسول بيصير لها شورتنج بس مين اللي بيصير له مور شورتنج؟ الدايسول بيريود وده مش حاجه مش كويسه. طيب اوكي تخيلت معايا هنا بالرسمه دي بقى الضغط اللي هو ايه؟ هتلاقي الضغوط هنا ده اللي هي الشمبر بتاع القلب
هتلاقي هنا الرايت شامبر كام؟ 3 والليفت كام؟ 8 معايا؟ والرايت فينتريكل كام؟ 25 على 0 اللي هي كانت هنا والليفت فينتريكل 120 على 0 برضه ده كل دي ارقام صح ماشي؟ طيب ايه بقى الارقام اللي انا عايز اغيرها شويه؟ هتلاقي هنا في البرمونال لو سمحت هتلاقي عامل لك رقم كام؟ 24 على كام؟ على 9 لا خلي ال 24 تبقى 25 على 10 خلي 9 تبقى 10 واضحه؟ طيب هتلاقي في رقم تاني كده وعامل عليه الخط كده ده يا جماعه اسمه مين؟ مين عارفين مين هو المتوسط؟ يعني يجمع الرقم ده والرقم ده ويقسم على مين؟ لو انت نزلت هنا ده الايورت بريج هنا اللي هو 120 على كام؟ على 80 ماشي عادي زي ما هو مش مشكله خلاص فهمت حاجه يبقى الليفت فينتري كام؟ 8 ليفت فينتري ليفت ايتر اسف خلي بالك البرجر يا جماعه في الايتر ما فيش السلك وده السلك هو رقم واحد بس ما فيش السلك ولا ده السلك خلاص طب انا عايز احنا عايزين نقيس الضغط في الليفت ايتر الليفت مين؟ ده سؤال برضه سؤال من الاسئله الجديده كل دي حاجات جديده مش هتلاقوا خالص في الشيت اللي معاك حاجه اسمها بالمونري ويتش بريشر بالمونري دي ويتش بريشر صح صح معايا بقى شويه وشوف شوفني انا هعملها ازاي دي كانت نهايه الامور يعني احاول اضغط على نفسي شويه واشرح لكم حاجه اسمها بنتروكلر موف انا دي برضو لا 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 في رسمه رسمه منحنى كده لوب لوب يعني المهم خليك معايا بسرعه بعد اعرف برضو الفرق بين الاسكيميا والهايبوكس ميليفكو ريحانه يعني ساعدتني سؤال ذكي شويه هوضحه دلوقتي بنقول دلوقتي ايه البالمونري ويتش بريشر؟ البالمونري ويتش بريشر ده يا جماعه ده اللي هو ده بريشر في الليفت بس ازاي بنسجله؟ وانت اكيد تسمع حاجه اسمها قسطره القلب. بندخل حاجه اسمها قسطره، القسطره دي هو كده طبعا بندخلها طبعا في الوريد وبعد كده بنمشيها، طبعا بتوع القلب الدكاتره بتوع الكارديولوجي هم اللي بيعملوا الحاجات دي. ده في حتى دكتور بيبقى هو كل حاجه كلها قسطره، يعني بيقول لك ده دكتور بتاع قسطره القلب كده. ففي حاجه اسمها سوان جايز كانتر الكاسر دي يا جماعه دي انا هو كده بدخلها بدخل تمشي في اليوتيوب وبيتابعوها طبعا في الكمبيوتر لحد ما يدخلوها في الرايت مين اتريم بعد كده رايت بطن باب رايت فنتكر ستوب ما تفضلش بقى لان البرمون عارف ان داخل في البرمون مين كاتلس البرمون كاتلس دي حاجه داخل كده 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 هتقع كده كده هتخرب مين هتخرب البلاد بيسل فيبقى القصاره دي اللي هي دي البالونه ارت بس وكل الاثاره دي يا جماعه اللي هي الكاستر دي وهي ماشيه مثلا يعني وهي قاعده في الرايت فنتر تقيس الضغط في الرايت فنتر داخل على الرايت فنتر تقيس البرجر في الرايت فنتر طبعا بالعمره ما تروح الليف عشان اوصل الليف دي بالكارثه طبعا بدخلها بين مفيش حاجه اسمها ادخلها في مين ها؟ ارت المهم ادخلها بين تمشي في الرايت فنتر وبعد كده تخيل بقى وهي قاعده في الرايت اتريم الضغط في الرايت اتريم كام؟ هنا يا جماعه هنا صفر هنا صفر وهنا مثلا زائد 10 زائد قصدي زائد 3 زائد 4 زائد كده ماشي لحد ما نوصل لمين ل 25 مثلا او نوصل ل 10 مثلا طيب البرجر في الرايت اتريم كان كام؟ الارقام ولا كان ثلاثة يبقى البريشر فريد كام ثلاثة ده البريشر فين؟ طيب فريد طيب بعد كده الكسر راحت مين؟ على فكره ده بعيد يعني سؤال في الام سي كيو يعني سؤالين يعني سؤالين افهم معايا الاحداث بقى القسطره مشيت دخلت على مين؟ رايت بنت رايت بنت كده يا جماعه الضغط فيها تروح من كام كام؟ 25 25 مين؟ صفر صفر هتلاقوا مين؟ هتلاقوا عالية
انا هعملها بلون تاني عشان تقيل. تعالي انت 25 لاساس ستون ولا في كام؟ صفر. طيب وبعد كده دخلت في البرمونر ارت. دخلت في مين؟ البرمونر ارت. هتلاقي الضغط عمالي في الارض احنا كام كام؟ قلت له يا جماعه بسكت بس ما بين 25 ومين؟ 10 يعني كده هتلاقي مثلا باللون الاحمر مثلا او بالاسود ها؟ 25 خلاص. اللي حصل بقى ان انا جيت عملت ايه؟ القصاره ديت في نهايتها يا جماعه دي لها سن هنا لها دب كده مش عارف ده اللي بيسم الضغط وفينا في بالونه ممكن نملاها تسافر بحيث ان البالونه دي تسد الارض فاهم حاجه؟ فانا لما وصلت للبرمار ارتري كنت جاي معبي مين؟ فلويد فالبالونه نفخت سدت مين؟ السن ده اللي هو فيه بعد السده ولا لا؟ بعد السده سديت كده سديت البالونه سدت مين؟ لما سدت يا جماعه البالونه السن ده بيسجل بريشر بقى برضه فين؟ في البالونه بس بعد ما مين؟ بعد ما هتلاقي بيسجل رقم 8. 8 ده اللي هو مين؟ اللي هو البريشر في الليفت. يعني انا يا جماعه بالقسطره دي اقدر اقيس الضغط في الليفت اتريم بس بطريقه مباشره ولا غير مباشره؟ غير مباشره. هتلاقي بقى لما نيجي نقفل قلت لك اللي هو الارض وهي حتى عشان بنسميها ويتش بريشر فيسجل لي كام؟ يسجل لي اللي هو حوالي 8. يبقى لو انت بقى ذاكر كده الاسود الاولاني ده اللي هو بريشر فين؟ يلا شطار بريشر الرايت اتش شطار. طب الازرق البريشر الرايت فيتش طيب والاسود البريشر ان بالمونري اخت او اللي بعد كده ده يا جماعه ده اللي بنسميه ده بالمونري بعد ما نسد ده بقى بعد ما نسد الكسر اسمه بالمونري مين؟ ويتش ها بريشر اللي هو بقوله في الامتحان بقول لك ايه هو البالمونري ويتش بريشر؟ هل هو البريشر في الرايت اتشن؟ في الرايت ليفت اتشن؟ في الرايت فينتشن؟ هتقول لي في الليفت اتشن البالمونري ويتش بريشر ده اللي هو مين؟ هو المساوي البريشر ان ليفت اتيا وده سؤال بيجيبه في الامتحان اللي هو حوالي 8 كام؟ ملي ليفت انتوا فهمتوا بقى هتلاقوا الامتحانات دي موجوده فوق يا دكتوره معاكي معايا؟ هتلاقوا الامتحانات دي موجوده فوق هي مش واضحه عندك في الرسم بس كده انا موضحتها كده ايوه تمام يا شباب نيجي بقى للطالبه الممتازه اللي هي بتسالني على حكايه لخبطت في حكايه انا قلت لكم هيبوكس وسكين وكل الاثنين زي بعض بس طبعا يا جماعه قلنا لا في اختلاف هوضحه عشان ايه؟ لما اقول لك هايبوكسيا هايبوكسيا دي معناها تكزيد الاكسجين ان بلاد يعني الاكسجين في البلاد اللي هو في جسمك قليل الاكسجين مين؟ الاكسجين اللي هو يعني الاكسجين اللي موجود في البلاط يا جماعه عشان الاكسجين ده بتاع اللي رايح للتشو فهو عموما الاكسجين قليل قليل فين؟ في البلاط بتاع الجسم كله ولكن لما يبقى في عندك ارتري او ارتريول مثلا والارتري ده او الارتريول ده اتسد فهيعمل نقص في الاكسجين بس في مين؟ لا في تشو في كل جسم ولا في تشو معين؟ في تشو معين او في جزء معين من الجسم مش كل مين في حاجه يعني الاكسجين هايبوكسيا دي الاكسجين قليل في الجسم في الكل لما اقول لك اسكيميا اقول لك اسكيميا مين نقص اكسجين في مين في تشو معين تشو معين او جزء كمان جزء من ايه من اورجن معين انت حاجه ولا نتيجه مين ده خلي بالك الاسكيميا يا جماعه بتبقى نتيجه بروبلم في مين في البلاد فيسل البلاد فيسل يعني مين يعني مثلا البلاد فيسل ده اتسد مثلا لما البلوكس اللي السد يا جماعه يعمل مين؟ يعمل هايبوكسيا ولا اسكيميا؟ هايبوكسيا
خلاص بس يتسد يعمل سكين يعني. خلاص؟ لكن مثلا انت مثلا زي ان انت بتتنفس هواء الاكسجين فيه قليل، يعني الاتموسفير اللي انت قاعد فيه الاكسجين قليل. بالضروره هيبقى برضه مين؟ هيبقى الاكسجين قليل فين؟ في جسمك. في اسمها ايه بقى؟ هايبوكسيا. فهمتوا بيتفاجئوا من هايبوكسيا وهي سكين يعني؟ واضحه؟ فهي الدكتوره بتسال يعني طلبت تقول لي يا دكتور انت المواد مش عارف فيه سكين وقلت له بلس ابلاي مش عارف الاورجن بيقل. هي بتقول لي الهايبوكسيا كان اسكيميا بسرعه كده يعني كانها هايبوكسيا. فهي قرت شويه في البلاد شاطره قالت والله ده في البلاد انه لما الاوكسجين هو عالي في الجسم ده بيحفز حاجه اسمها الكدني وحاجه اسمها الليفر ان يفرزوا هرمون خلايا تفرز هرمون اسمه اريثروبيت. الاريثروبيت ده بيروح هناك ينشط البون مارو ويزود صناعه الريد بلاد. ف في حاله الاسكيميا يا جماعه ده مش هيأثر. الاسكيميا مش هيأثر ده مثلا اسكيميا الهارت الكلام ده مش هيأثر. لكن لو في اسكيميا للكدني ده ماشي ممكن يأثر. الاريثروبيتين او الاريثروبيتين يزيد. ف الاسكيميا اللي كنت بحكي عليها على الهارت دي مالهاش علاقه بمين؟ بالاريثروبيتين. الاسكيميا ده لما يحصل هايبوكسيا يعني انت قاعد قلنا في الارتفاع عندك مثلا ناس عايشه في ارتفاعات كل ما بنعلى يا جماعه مستوى سطح البحر في الجبال الحاجات دي الاكسجين بيتجوز وبالتالي الاكسجين في جسمك هيقل. او في واحد عنده مشكله في اللنج عنده مرض ديزيز فما بيعملش ما بيقدرش الفنتيليشن كويس التهويه كويس او عنده مشكله في الهرم او عنده انيميا كل دي هتعمل هايبوكسيا في الجسم. الهايبوكسيا دي كتعويض للجسم بقى يقوم ايه؟ يقوم الجسم يحاول يزود يعني مثلا الاكسجين قليل الاكسجين قليل في الجو اللي بيروح للنار قليل فيعمل ايه؟ قال لك زود السيارات اللي هي اللي هي عماله تنقل مين؟ الاكسجين علشان احاول انقل الاكسجين مين؟ اسرع مين؟ بسرعه الاكسجين. يبقى في حاله الهيبوكسيا الريبلاسيل بتزيد عشان مين؟ عشان تحاول تعوض نقص الاكسجين ده. يعني مثلا لو انا عندي اكسجين كتير انت محتاج سيارات كتير ليه؟ خلي السيارات اللي هي الطبيعيه تشتغل. لكن لما يبقى عندك نقص وعايز تنقل الاكسجين ده بمين؟ باسرع ما يمكن فتزود عدد مين؟ السيارات اللي هي ريد مين؟ يعني دي يعني هتفهموها مني فيديوهات قديمه او حاجه كده. معلش لازم اخلص المنحنى اللي هو اللي بقوله عندكم ده. حاجة اسمها بنتربلر بريشر فوليوم لوب. يعني ده المنحنى ده يا جماعة ده بيعمل علاقة ما بين البريشر في الفنتكل والفوليوم اوف بلاد ان فنتكل. معايا يا شباب بس كده بصوا معايا كده. على فكرة ما تقوليش أنا بجيبه كتير في الامتحانات. الامتحان ده بجيب عليه ما يقرب من 20 سؤال 20 سؤال ام سي كيو بجيبها على الرسمه. مش الرسمه دي بالذات في رسمه عندك اهو في المنحنى اهو وفي منحنى اوضح بقى بعد منه اللي هو فوق ده. ده ممكن يجيب عليه 20 سؤال ممكن يجيب عليه 20 سؤال ده يا جماعه ممكن يجيب لك عليه اكتر من 20 سؤال ام سي كيو وكله متعلق بمين؟ بالكاردك مين؟ سايكل. بفهمها كده قبل ما تبص على المنحنى ده. المنحنى ده يا جماعه هو المنحنى برضه ده بس هنا التفاصيل بقى التفاصيل. تعالوا كده فهمهولكم بسرعه علشان ما تتخضش اللي هو الرسمه اللي موجوده في الصفحه رقم 60. بصوا معايا لو انتوا اذكياء كده فاكرين ان انا لما بقول لك الكاردك سايكل ايه رايك؟ هنقول يا جماعه نبتدي من الايسو فوليومتريك كونتراكشن. يعني ده بنسوي ايسو فوليومتريك كونتراكشن. بعد كده حاجه اسمها مين؟ ايسو فوليومتريك ريلاكسيشن. معايا مش معايا؟ خليكم معايا خليكم معايا. بعد الايزوتوب كونتراكشن في حاجه اسمها مين؟ اجكشن.
بعد الايسوت ريلاكسيشن كتير انا بتكلم مع واحد بتكلم بعد الايسوت كونتراكشن مرحلتين اسمهم مين؟ ايجكشن. وهنا في حوالي ثلاث مراحل فيلينج اللي هو مين؟ رابس فيلينج ستوكلينج ويترال مين؟ سيستول. الايسو بوليومتريك كونتراكشن بيحدث الصوت اللي هو مين؟ اللي هو الفيرست هارد ساوند في بدايه الايسو بوليومتريك ريلاكسيشن سكند هارد ساوند. طيب الفتره دي اسمها سيستول الفتره دي اسمها سيستول يبقى دايما الفيرست ما بين الفيرست وما بين السكند فترة اسمها مين؟ سيستول. وبين السكند وبين الفيرس اللي بعد كده قلنا فترة اسمها مين؟ بس واضحة أكيد المعلومات المعلومات دي مش عادي معلومات دافعة هتقولي ما احنا عارفينها ماشي؟ خلاص؟ طيب ال لو قلنا جينا بقى نشيل الكلام ده خالص وانا اقول لك الرسمه اللي موجوده عندنا ده يا جماعه ده البولو ده في الفنتركل اللي هو ليفت الانتركولار بولو وهنا ليفت الانتركولار بريشر ليفت الانتركولار مين؟ بريشر بس العلاقه البولو من مين؟ هبتدي مثلا من الاول هنا مثلا وليكن انا هبتدي بقى مين اللي هي نهايه السيستول نهاية الإيجيكشن يعني معنى كده إن هنا يعتبر هبتدي أعمل قصدي نهاية اللي اسمه إيه ده الأيزوبولومتريك ريلاكسيشن أيزوبولومتريك ريلاكسيشن بدأنا نعبي الفنتركل بدأنا نعبي مين؟ فالدكتور بيقول لهم عمال مين؟ لو انتوا شطار بقى فاكرين الارقام تحتي وكان 60 مللي فضلت اعديها عديه لحد وصل مين؟ 130 يبقى الفتره دي اسمها مين؟ فيلينج الفتره دي اسمها مين؟ فيلينج لو انت ذكي بقى هنا مين اللي فتح؟ انا بتكلم عن اخر يسار اللي هو المايترال ولا الايورتيك؟ الايورتيك هنا حصل اوبننج مين؟ المايكرو بدا مين؟ بدا يعبي وبدا يقول مين؟ هل البريشر يا مصر بيزيد؟ لا البريشر ما كانش بيزيد ليه؟ لان قلنا البريشر كان بيحصل فين؟ كان بيزيد يعني يعتبر البريشر زاد بس زاد حاجه ايه؟ حاجه ضئيله لانه بيحصل مور ايه؟ ريلاكسيشن هنا بقى بصوا معايا كده النقطه دي بدأ خلاص بدأ يعبي خلاص وبدأ ايه بداية السيستول بداية السيستول مرحلة اسمها مين؟ ايسو بوليومتري كونتراكشن يا جماعة في الايسو بوليومتري كونتراكشن فاكرين الضغط كان بكام كام؟ 28 قلنا اليوم كان من زيرو لكام؟ 80 يا جماعة انتوا نسيتوا بتاع لحوالي 2 تمام هم مش عارفين كتير عارفين من 3 ل 80 المهم يبقى البريشر مين زاد هل الفوليوم كان بيزيد ولا لا؟ لا لا ما هو عشان كده هو طلع خط راس ليه؟ معناه الفوليوم مين؟ الفوليوم ثابت ماشي؟ جه لا هنا بقى مين اللي فتح؟ او مين اللي او مين اللي مين اللي مين اللي سكر؟ مايترال فال المايترال سكر يبقى هنا كلوجر لمين؟ اللي هو هيعمل لي صوت سوين فيرست هارد ساوند هنا بقى اللي حصل مين اللي فتح؟ في النهاية الأورتيك باب اوبننج وبدا يحصل مين؟ ايجكشن لو بدا يحصل ايجكشن الفوليوم بدا مين؟ هيقل والضغط قلنا زاد من كام؟ من 180 من 80 كام؟ 120 فهمتوا حاجه؟
كان اللي هو ريب ايجيكشن بعد كده ستو ايجيكشن ستو مين؟ ايجيكشن ستو ايجيكشن ريا تاني مين؟ التمانين التمانين فكده؟ اه اه يبقى الفترة دي اسمها مين؟ ايجيكشن انت عندك فترة اسمها تيلينج وصلها مين؟ ايجيكشن فترة اسمها ايسومتريك ايسومتريك ريلاكسيشن هيقابلها ارض كونتراكشن هيقابلها مين؟ ايسو فوليومتريك هنا بقى مين اللي سكر هنا؟ حصل كلوجر لمين؟ ايورتيك بام اللي هو عمل لي صوت مين؟ انا لما اجيب بقى الرسمه اقعد انا هديك امثال اسئله بقى انا هديك رسمه زي دي واحط مثلا نقط هنا ايه مثلا هنا 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 ولا كله والله ان دي انت حصل كوبينج مثلا للمايكرو يبقى انا ممكن اجيب كام سؤال بقى في الليل اربع اسئله اس كيو هيجيب لك سؤال على ده انت يسر كلوجر انت يسر كوبينج انت يسر كوبينج انت يسر كلوجر طيب ممكن اجيب لك سؤالين سؤالين فوق الاربعه اللي هو مين اقول لك والله دي النقطه ايه دي نقطه بي دي نقطه مش عارف كده ايه الكونسبت اللي ستارت كونسبت يعني بدايه الفيرست هاف ساوند ايه بدايه مين؟ كلوز اوف ما هو يا جماعه الفيرست كان بيحصل في الايس والميوتيك انتراكشن والسكند بيحصل في الايس انا بقول لك بدايه الصوت يبقى في حاجه وهكذا وهكذا ممكن اقول لك مثلا ايه النقطه ايه وبي وسي ودي ايه النقطه اللي عندها اند دايسير فوليوم هي دي النقطه دي اللي بتاعي مين؟ اللي عندها اند دايسير والنقطه دي اللي عندها مين؟ لغايه ما هي الهوس دي وانا بقى حصل فيلنج اثناء الدايسير انتوا اصلا ما تتخطش من الرسمه دي، الرسمه دي يا جماعه هي رسمه هي كاردك سايكل بس بصيغه اخرى بصيغه اخرى ماشي طب ايه رايك؟ ما بين 130 وما بين الايه؟ حاجه اسمها الويدز او العرض العرض ده اللي هو ايه؟ الكميه اللي انضخت ما هو كان 130 في كميه انضخت ترجع لمين؟ الكميه التي يضخها اي فنتكل 90 الضربه الواحده حاجه اسمها ستروك بوليوم بتاع كده مش البنت في 130 عمل ضربه ضخ كام؟ 70 بقى كام؟ 60 انت مالكم تنهيد ده ليه؟ سهله يبقى العرض ده اللي هو مين؟ ستروك المهم المنحنى الجميل ده اسمه ايه بقى؟ فوليوم بريشر لوب يعني سايكل وقسمناه لاربع مراحل مرحله اسمها ايه؟ مرحله اسمها ساعات برضه اجيب لك اسئله مثلا اقول لك والله ده اي وبي وسي ودي ايه المرحله اللي تدل على الايسو والميتك ريلاكسيشن؟ يعني دي على كام سؤال برضه؟ اربعه عرفت ان انا عرفت ازاي انا بكتر الاسئله؟ والاسئله سهله ولا صعبه؟ سهله ده اللي المفروض تقول لي والله يا ريت تجيب لنا اللي المنحنى ده سهلة؟ طب عشان اخلص بقى معلش ولا خليها بعدين هو في اللي هي الثلاث منحنى دول متعلقين بالرسم دي بنجيبها كتير برضه في الامتحانات دكتور معلش خط لي في النص هذا الستروك فوليوم معلش شفتها ما فهمتش هو بص الخط ده اللي هو ما بين كام كام ما بين مين؟ الانجل 60 ومين؟ 130 طيب الفنتركل كان 60 مللي اللي هو دي حاجه اسمها اند سيستوليك فوليوم تمام اند سيستوليك مين؟ فوليوم بعد السيستول حصل دايسول حصل فيلم حصل مين؟ تعبى بقى كام؟ 130 طيب لما هو بقى 130 عمل حاجه اسمها ايجيكشن يعني طلع فيها ايجكشن ونزل مين؟ ونزل فوليوم كام؟ اوكي 60 مره ثانيه يعني نزل الفوليوم بدل ما 130 بقى مين؟ 60 بقى 60
لما يبقى المسافه اللي هو الفرق من السهم ده 60 فرق السهم اللي هو طول طول الفكره كده ده اللي هو اللي هو 70 مللي في حاجه ولا لا؟ هو يا جماعه ما خط مش الخط ده اللي هو الفوليوم؟ طيب انتوا ايه؟ انتوا مخطوطين ايه؟ طيب عشان بس ما اوسعش لا انا لو قلت لكم هنسجل ان شاء الله فيديو بقيه اللي هو الجزئيه ديت وهبعتها لكم مع مين؟ مع بلاي ستيشن ان شاء الله فمش عايز اتعبكم شكرا جزيلا.